النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال اننا واجهنا صعوبات كتير بسبب جائحه كورونا، ورغم كده حافظنا على اللي بداناه من 5 سنين. كانت اهم التحديات هي التحول الرقمي وتصليح النظم الصحيه وتفكير عميق لتامين بنيه تحتيه دستوريه بما فيها تنظيم التعامل الرقمي بين الافراد، وبالتالي لابد من ضبط اطار قانوني للتعامل مع موضوعات زي الامن المعلوماتي والحوكمه القانونيه لسبل التواصل الاجتماعي ومحتواها اللي بيأثر على الداخل وعلى الخارج، والاطر القانونيه لتنظيم التعامل مع البيانات الضخمه والمعلومات الشخصيه للافراد. كلمه الرئيس كانت في الاجتماع التحضيري للمحكمه الدستوريه العليا بالفيديو كونفرنس، وضم كبار القضاة الأفارقة وخبراء دوليين بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة 5 لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية اللي هينعقد السنة دي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. الدولة تعاملت بالمناسبة مع تداعيات كورونا الاقتصادية زي ما الرئيس كان بيكلم وبيكلم على تحديات كتير، لكن التعامل مع الاقتصاد كان محتاج مرونة في الاقتصاد، فبسبب المرونة دي تجنبنا السيناريوهات الأسوأ اللي حصلت في أماكن كتير في العالم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير عن توقعات المؤسسات الدولية عن استمرار أداء اقتصاد مصر بعد صموده أمام أزمة كورونا، والتقرير رصد توقعات صندوق النقد عن أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري. توقع معدل نمو أفضل يوصل ل 5.8% في سنة 2024، وإن الدين العام السنة دي هيبقى 93%، يوصل ل 89.6% السنة الجاية، ويقل لحد 78.7%، وبعدين أقل من 75% في 2025. العجز الكلي يبقى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي السنة دي، و4.9% في 2025. صندوق النقد قال الحكومة المصرية ملتزمة بمرونة سعر الصرف والتراكم التدريجي للاحتياطي نتيجة عودة الاستثمار في المحافظ المالية اللي يعوض انخفاض تدفقات السياحة خلال أزمة كورونا. صادرات السلع والخدمات متوقعة تبقى 38.3 مليار دولار السنة دي، توصل لقرابة 75 مليار في 2025. الاستثمار الأجنبي المباشر 5.4 مليار دولار السنة دي، ويوصل ل 16.3 مليار في 2025. السياحة متوقعة تسجل 2.4 مليار دولار السنة دي و 25 مليار في 2025، يعني 10 أضعاف. البنك الدولي، مش الصندوق بقى، البنك الدولي رفع توقعات معدل النمو السنة دي بعد ما حققت مصر معدل نمو أفضل من توقعات البنك، فرفعها ل 2.7% بدل 2.1%، لكن معدل النمو الفعلي كان 3.6%. في تقرير البنك الدولي إشادة بنجاح مصر في تخفيف الآثار السلبية لأزمة كورونا، ده اللي العالم بيقوله عننا. بس سؤال تاني طرح بيقول هل تتغير قيمة الدول الأغنى عالميا؟ شركة ستاندرد تشارترد البريطانية المالية الشهيرة نشرت تقرير بعنوان توقع تغير